بيت الصحة بيت الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احبائي في الله في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة من بيت الصحة. الحقيقة زي ما عودناكم دايما احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نكون معاكم دايما ان شاء الله في كل ما يتعلق بالجهاز الهضمي والكبد. انا حضر لكم موضوعات مهمة النهاردة، هنتكلم عن فيروس بي. يعني يمكن عملت لكم حلقه عدت مرتين، وتعمدت انا الحقيقه ان انا يوم الاحد اعيد الحلقه السابقه لان فيها كلام عن الديكلانزا، واحنا قلنا قبل كده ان الديكلانزا مسحت السوفالدي خالص، مفيش سوفالدي خلاص، كل العالم دلوقتي بيتكلم عن الديكلانزا. طب الله، السوفالدي اللي في مصر سوفالدي كويس لكن خلاص. وبعض الناس، انا كنت جاي من بودابست في المجر، وكنت جاي من فيينا من يمكن شهر ونص، وقلت ان لما دخلت صيدليه هناك وقلت للراجل عايز اشتري السوفالدي، فالراجل قال لي لو انت من النمسا يعني مواطن في الاتحاد الاوروبي هو ب 8 يورو، لو ب 4 يورو، لو انت مش في الاتحاد الاوروبي هيكلفك 900,000 جنيه، يعني بالمصري 900,000 جنيه. وساعتها قلت للناس ما تجروش تشتروا الدواء، لان قراءتي للواقع الان وللادويه اللي على الساحه الان بتقول انهم هيخبطوا في بعض لحد ما ينزلوا خالص، لدرجه يمكن مش هتتخيلوا حضراتكم ان اللي راح يطلبوا السوفالدي دلوقتي 54,000 فقط، اللي سجلوا اسمائهم عايزين السوفالدي 54,000 فقط. طب عدد المصريين اللي عندهم فيروس سي مثلا، احنا بنتكلم فيه من 12 ل 16 مليون مريض. اذا الرساله وصلت الحمد لله، انه مفيش جري على السوفالدي خالص. الديكلانزا احسن 1000 مره، الايديزي احسن 1000 مره، الادويه الجديده احسن 1000 مره. ليه بقى؟ نمره واحد مفيش اثار جانبيه، نمرة اتنين سعرها اقل خالص. وعلى فكرة انا بتكلم على حاجات هتتصنع في مصر، يعني انت بتتكلم على 3 شهور والحاجات دي هتبقى ب 80 جنيه و 60 جنيه، فارجوك ما تشتريش حاجة ب 7000 جنيه و 5000 جنيه و 2000 جنيه خالص، ما تجريش. الفيروس بطيء جدا، واحنا قلنا الفيروس بطيء جدا، بياخد 10 سنين عشان يتحول من مرحلة لمرحلة. انا بترجاك تستنى شوية 3 4 شهور، فعشان كده ما تبيعش الرخيص غالي وما تدفعش حاجة غالية في حاجة بعد 4-5 شهور هتبقى ب 80 جنيه و60 جنيه وتقضي على فيروس سي تماما. علشان كده ارجوك اسمع كلامي. بندي احنا الادويه اللي بتخلص على الفيروس وباقل كلفه وباقل وقت، ودي متاخده من الادويه اللي بره. وانا قلت لكم قبل كده هتسمعوا ناس كتيره جدا تقول لك تعالى اشتري مني السوفالدي، خد الرقم ده وكلمني عشان تشتري السوفالدي ب 6000 ب 3000. الكلام ده ما تجريش عليه خالص، نصيحتي لكم جميعا ما تجريش على كده خالص، لانه الادويه دي هتبقى من الالاف الى المئات، يعني 200 جنيه 220 جنيه، بعد شويه هتبقى ب 80 جنيه، والشويه دي شهرين ثلاثه. فارجوك ما تجريش تشتري الحاجات دي خالص، لانه الاثار الجانبيه بتاعت الادويه الجديده افضل بكتير جدا من السوفالدي. طيب علشان كده ناس كتير جدا قالوا لي سمعنا حلقتك المره اللي فاتت والرساله وصلت وما بقيناش نجري على السوفالدي خالص، لان وضحت لينا المشاكل بتاعه السوفالدي مقارنه بالديكلانزا ومقارنه بالايبيفي. طبعا يعني خلال 10 ايام هيطرح ب 2000 جنيه برضه السوفالدي، برضه ما تشتريش العلبه ب 2000 جنيه وانا متاكد انها هتبقى ب 200 جنيه بعد 3 شهور، ما تشتريش، مش تفرق معاك خالص 3 شهور، بس اشتريها لما توصل 200 او 180 160، ده هيبقى معقول جدا، ما تسيبش حد يتاجر بيك. طيب الحقيقه النهارده انا تعمدت اتكلم عن فيروس بي، وهنشوف على الشاشه شكل لنموذج فيروس بي، واحنا بنخلص على فيروس بي في 4 شهور. حالات كتيره جدا عندنا بتخف من بي. حد يقول لي طب في دكاتره بتقول ان مفيش علاج لفيروس بي، وان فيروس بي بيختفي شويه ويطلع ثاني، وان فيروس بي محتاج علاج طول العمر، وان فيروس بي ما بيمشيش خالص. الحقيقه الحقائق دي عايزه لازم نرد على كل جزء منها. هو ليه فيروس بي كثير التحور؟ احنا لو عملنا مقارنه بين فيروس سي وفيروس بي هنجد انه الفيروس سي ده عباره عن ار ان اي. احنا عموما دايما الماده النوويه الوراثيه اللي جوه الفيروس، المكون الاساسي للفيروس نوعين، يا دي ان اي يا ار ان اي، يا دي ان اي يا ار ان اي. الار ان اي الغلاف بتاع الفيروس فرده واحده بس، فرده واحده مش فردتين مزدوجتين،
فردي فردتين مزدوجتين زي ما حضراتكم شايفين كده. ده ال HBV DNA فيروس زي ما حضراتكم شايفين، زي ما حضراتكم شايفين معايا. ده النموذج بتاع فيروس بي، واللي هو دي ان اي فيروس. دي ان اي فيروس على فكره هو 42 نانومتر، 42 نانومتر زي ما حضراتكم شايفين النموذج بتاعه. كثير الدوران، كثير التحرك، كثير التحور. والحقيقه بعض الدكاتره غلبوا مع الموضوع ده والباحثين ايضا، لكن زي ما بقول احنا الادويه اللي بنديها ميزتها عن اي ادويه تانية. ليه انا دكتور حسين الشورى بيخلص على فيروس بي في 4 شهور وبيقعد سنوات مع ناس تانية؟ لان الحقيقه الادويه اللي احنا بنديها بتخلص على الفيروس دون تحور. طب هو التحور جه منين؟ جه من ان في ادويه ضعيفه، ركزوا معايا في المعلومه دي مهمه جدا، ادويه ضعيفه اتخذت للفيروس فحصل تحور في التكوين بتاع الفيروس، حصل تحور في التكوين بتاع الفيروس بقى ما يستجبش ليه الادويه دي، يختفي شويه ويطلع تاني. لكن فيروس بي يا جماعه لو خد العلاج صح، مريض فيروس بي وخد الجرعه بالظبط وما وقفش خالص، مش هيحصل هذا التحور. وعلشان كده احنا دايما نقول من 3 إلى 4 شهور يا كل مرضى فيروس بي هتخفوا مع الدكتور حسين الشورى، لانه فعلا احنا بندي ادويه. ودايما العيان لما بيجيني يقول لي فيروس بي اقول له ابشر ان شاء الله هتخف من فيروس بي، احنا الكورس بتاعنا 4 شهور وتقضي على فيروس بي تماما ان شاء الله باذن الله. طيب بالنسبه لل يعني في المقارنه بين فيروس بي وفيروس سي، حقيقه من الحاجات المهمه جدا انه الناس ترتبط دي. هنشوف الفيديو الثاني دلوقتي، تعالوا نبص عليه وبيشرح لنا برضو كيف يخترق الفيروس الجسم وازاي المناعه. المناعه دي هم الرجاله اللي واقفه دول والفيروس بيحاول يلف حواليهم، شايفين حضراتكم ده الفيروس بيلف حوالين المناعه بتاعه الجسم محاولا ان يخترق، يقعد على سطح الجسم ويبدا يدخل جوه ويطلع الماده الوراثيه ينصرها في الخلايا، امرا لهذه الخلايا ان تنتج المزيد من النسخ من هذا الفيروس اللعين. وده اللي بيحصل مع فيروس بي. تتكون الماده النوويه يحقنها جوه الخلايا العاديه بتاعه الكبد، فخلايا الكبد البرمجه بتاعتها تتقلب، بدل ما بتكون خلايا ووظائف جوه الخليه الكبديه سداسيه الشكل زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، خلاص يتحول. شايفين الشكل السداسي ده شكل خليه الكبد السليمه، خلاص هو سيطر عليها. زي ما تشوش انت وتمسك مثلا الجهاز بتاع الارسال بتاع الشرطه وتدي اوامر للجنود في اماكن معينه من الجهاز ده باوامر ثانيه، سيبوا اماكنكم وانصرفوا، فالحراس اللي واقفين يسيبوا اماكنهم وينصرفوا. طيب باختصار شديد، فيروس بي الحقيقه نسبه النجاح فيه ان الواحد يخف 90%. يبقى تاني، فيروس سي 90% ما يخفش اول ما الفيروس يدخل. تعالوا نفرق بين معلومتين مهمين. يعني ايه اكيوت؟ يعني ايه اكيوت؟ يعني ايه كرونيك؟ اكيوت يعني حاد، كرونيك يعني ايه مزمن. فيروس بي او فيروس سي في اول 6 شهور الجسم بيحاول يطلع الفيروس بالذوق، هنحاول نطرده، حرب بين المناعه وبين الفيروس باول 6 شهور. لو عدت ال6 شهور الاولى والفيروس ما طلعش تحول المرض من حاد الى مزمن. تعالى نسمع الاخت ناديه بطرس على التليفون. الو الو، ازيك يا ست ناديه؟ اهلا دكتور حسين، ازي حضرتك؟ عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله نشكر ربنا. اهلا بيكي، وحضرتك كنت الحقيقه يعني نورتينا في العياده، واخت حضرتك كانت خفت من فيروس بي وكلمناها على الهوا، وان شاء الله باذن الله انت هتخفي معانا. الو؟ ايوه ست ناديه، احكي لنا الدنيا عامله ايه؟ كانت فرحتك الحمد لله، لا كويسه الحمد لله. انت احسن الحمد لله. لا احسن كتير طبعا، الحمد لله اشكر ربنا. الحمد لله. اشكر ربنا وحضرتك وكده. الحمد لله. كانت ايه فرحتك باختك اللي خفت من فيروس بي معانا؟ اختي فعلا. انت الست ناديه مش اختها، ازي حضرتك؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله، الف مبروك. حضرتك 12 شارع عبد الظاهر الكيلاني مش كده؟ ايوه من الكوثر فيصل. ايوه اهلا بيكي، واحنا النهارده بنجيبك نموذج على الناس اللي خفت، واحنا مبسوطين معاك الحمد لله.
ألف مبروك. ربنا يخليك ألف ألف مبروك. يخليك يا دكتور هيثم. طيب أنتوا بتشوفوا دلوقتي معانا أعزائي المشاهدين، الحالة بتتحسن بعد ما تخف من فيروس بي، وبيحدث تحسن جدي جدا في الحالة، والأعراض كلها تقريبا بتختفي اللي بتبقى موجودة، لأنه زي ما بقول أنت شفت دلوقتي فيروس بي دخل الخلية، سيطر عليها، إدى أوامر، كل المناعة بتاعة الجسم تختلف بقى، و يعني كل مناعة الجسم وكل خلايا الجسم وكل أنشطة الجسم تتوجه إلى إنتاج المزيد من النسخ من هذا الفيروس اللعين، تاركة مهامها الأساسية، سيحصل خلل في خلايا الكبد. الحقيقة 90% من اللي أصيبوا في الست شهور الأولانية بفيروس بي بيخفوا لوحدهم، 1% بيحصل له مشكلة كبيرة اسمها فالمننت. فالمننت يعني التهاب حاد، ده النوع البشع جدا من فيروس بي، والحقيقه ما بنشوفوش كتير خالص في عياداتنا الحمد لله، لان 90% بتخف لوحدها، 1% بيحصل له المشكله الحاده دي، من 1 الى 2% بيبقى كارير. وان شاء الله هعمل لكم حلقه، ويمكن ده كلام جديد ما فيش دكاتره كتير اتكلموا عن حاله الكارير. احنا عندنا حاجه اسمها الكارير، يعني الحامل، حامل الفيروس. على فكره ال 1% او ال 1 الى 2% من بتوع فيروس بي دول، دول ناس عندهم فيروس بي ولا تظهر عليهم اعراض خالص ولا الفيروس يؤذيهم خالص، لكنهم ناقلين للعدوى، ناقلين للعدوى. يبقى هؤلاء اللي هم من 1 إلى 2% من اللي أصيبوا بفيروس بي يبقوا حاملين للعدوى، حاملين للعدوى، الفيروس ما يأذيهمش خالص، ما يضرهمش خالص، لكن يبقوا إيه؟ حاملين لهذا الفيروس، قابلين إنهم يعدوا الأشخاص الآخرين في أي وقت وفي أي فرصة وفي أقرب فرصة. الحقيقة اتكلمنا كتير عن إنه في احتمالية التطور المرض إلى تليف في البي والسي، قلنا ممكن طبعا يتطور المرض إلى تليف في البي أو إلى تليف في السي، يعني حامل فيروس سي أو المصاب بفيروس سي يحصل له تليف، المصاب بفيروس بي يحصل له تليف، ودي نسبة الحقيقة زي ما قلنا لا تتعدى 20% من الناس اللي هم اتحولوا إلى مزمن. يبقى لو مسكنا 100 واحد في فيروس سي، 10 أو 15% خفوا لوحدهم في أول 6 شهور بمناعتهم القوية، شكرا. اللي فضلوا مكملين معانا 85، ال 85 20% منهم هم اللي اصيبوا بتليف. التليف 1% فقط اللي ممكن يكمل الى ورم او سرطان. في البي النسبه اقل شويه، ولكن في حاجه مهمه، انت البي يبقى عرضه انه يجيله لا قدر الله سرطان او ورم من الاصابه بفيروس بي. قال لك لو كان اتصاب بفتره من زمان، يعني طفل اتنقل له الفيروس من امه، انتوا عارفين انه فيروس بي بيجي من الحامل لابنها، عشان كده لازم دكتور النساء والتوليد يكون شاطر وكويس، واول ما يتولد الولد يديله التطعيم بتاع البي من الاول خالص. طب ماذا يحدث لو الاصابه حصلت وما حصلش تطعيم؟ حقيقه الولد ده بيبقى عرضه لما يكبر عند سن ال 30 ولا ال 35 ان يتطور عنده التليف الى سرطان كبد، والعياذ بالله. هنحكي النقطه دي بعد ما نسمع هذا الاتصال الهاتفي. الو الو حاجه زكيه، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا باشا. عامله ايه؟ عامله ايه؟ الف سلامه عليك يا حاجه زكريا. الله يخليك يا باشا، الف سلامه. و الله يخليك يا باشا. الله يخليك. حضرتك من بلطين؟ ايوه الحمد لله. ايوه من بلطين، برج البرولوس. ايوه يا دكتور. ايوه الحمد لله. الفيروس انخفض عندك من 292,000 ل 6796. ده بفضل الله يا دكتور وحضرتك، ربنا يجعل كده في كده ان شاء الله. امين يا رب. الحمد لله، ده معناه ان العلاج انت يعني الحمد لله مستجيبه له تماما. ربنا يشفي كل مرضى المسلمين يا رب. يا رب ان شاء الله ربنا يشفي كل مريض في كل حته في الدنيا يا حاج. طب قولي لي احساسك ايه لما لقيت الفيروس نزل قوي كده؟ انا فرحانه والله العظيم يا دكتور، فرحانه خالص الحمد لله، ده عطاء ربنا ليا وربنا يرزقنا الحمد لله. الحمد لله. انا لما لقيتك جايه فرحانه قوي قلت لك لازم هنكلمك في الحلقه. الله يخليك يا دكتور، والله عشاننا كبير يعني في الله سبحانه وتعالى ثم انت. والله ربنا يديك الصحه يا امي. الحاجه زكيه العيسوي متولي من بلطيم برج البرولس. انا هطلع التحاليل بتاعتها دلوقتي، عملتها في التامين الصحي فرع كفر الشيخ، والتحليل زي ما حضراتكم شايفين او هيبان بعد شويه 6700 وكسر، 6700 حاجه و90 يمكن، 6796 زي ما حضراتكم شايفين زكية العيسوي المتولي، والتحليل السابق كان 292,000، وده رقمها 012-010-45852، 012-010-45852. الحاجة زكية، العنوان بلطيم برج البرولو. الحقيقة
عايز اكمل لكم برضو القصه والحدوته بتاع الفيروس دي. قلنا 1% بيحصل له مشكله كبيره اسمها الفالمنت هيباتايتس، او يعني حاجه زي نار تشتعل في الكبد، بيبقى صعب قوي النوع ده الحقيقه، ودي احتماليه بنسبه 1%. الاكثر من كده انه 90% بيخفوا، ودي البشره. عشان كده تلاقينا كتير جدا نعمل للعيان لما نلاقي عنده اجسام مضاده للبي، نعمل له بي سي ار او التحليل بتاع الكشف عن الفيروس في الدم الان فنجد ان هو خف، فالعيان يقول لك والله ما حسيت بحاجه خالص، انت ازاي بتقول الكلام ده؟ طبعا هو من ال 90% اللي خفوا ايه؟ لوحدهم، خفوا لوحدهم من غير ما يروحوا للدكتور حسين الشورى، خفوا لوحدهم من غير ما ياخدوا علاج، خفوا لوحدهم بعنايه ربنا. الحقيقه جفاف الحلق ايه اسبابه؟ تشقق اللسان ايه اسبابه؟ المراره امتى نشيلها وامتى ما نشيلهاش؟ حاجات كتيره جدا، الهرش حول فتحه الشرج، يعني اعراض كتيره محضرها لكم النهارده، اخطاء تقع فيها الامهات عند نزيف الانف من الولد، كل دي اشياء هنقولها ولكن بعد الفاصل. لا تديروا المؤشر عن قناه الصحه والجمال، فما زال في قلبنا رصيد من الحب يكفي لان تنتظرونا، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وفاء محمد أحمد الشوعان من الحمادي بالتقاليد فرشوب، يعني كنت تعبان، كشفت عن دينس نجي حمادي، ثمان دكاتري من دكتور صدر، دكتور باطنة، دكتور نسي، لكل الدكاتري، وجيت هنا في الأقصر وأنا فاقدة الدنيا خالص، شهيت لا أكل ولا شرب ولا نوم ولا الحياة، الحياة كلها تدمرت بالنسبة لي، شكلي كان مخيف. وبسم الله الله أكبر، الدكتور حسين ربنا يا رب يبارك فيه ويزيد مني يا رب أبو حق الجاه النبي، ويعيد منه كل بلد فيها يا ربي، كل بلد، ونجي حمال يكرمها ربنا أنه الدكتور حسين يفتح عندنا يا رب عشان خاطر يروب ونشوف اللي أنا شفته، لأن أنا جيت هنا في حالة ترجيع مع تعب مع يا صاحبي يلي المرض هدك، مش عايز اشوف دموعك نازلة على خدك، كمان الالم مغفرة في الدنيا والاخرة، بالعفو مين قدك بالشوكة لو شكتك تغفر ذنوب سكتك، بالعفو مين قدك يا صاحبي يلي المرض هدك. المريضة اللي شفناها من شوية الحقيقة قبل الفاصل، ويمكن فيديو انا صورته بالموبايل الحقيقة، لما لقيت فرحتها بانها خفت من الم كان المعدة، يعني لا تتخيلوا، العيانة دي كانت جاية شايلينها على يعني يمكن اربعة شايلينها اخواتها وجايبينها على العيادة على طول، وكان صعب قوي تتخيل انه سبب هذه المشكلة هو البكتيريا الحلزونية اللي بتبقى في المعدة. لفت كتير عند دكاترة، والحقيقة زي بقول لكم ممكن عيان يجيني بغيبوبة كبدية فما يشوفنيش في الاول، او ما يبقاش متعرف عليا ولا متعرف على اللي حواليه لانه في طويان، انما عيان يبقى عنده شوية الام في المعدة مسببة له هذه المشكلة الكبيرة اللي يمكن لاحظتوها في السيدة الفاضلة اللي كانت على الفيديو الان. والحقيقة زي ما بقول لكم المشكلة انه مجرد ما شخصنا صح انه دي البكتيريا الحلزونية، بعد سنتين ولا ثلاثة بتلف على الدكاترة وخدت كمية ادوية، يعني مش عايز اقول لكم قد ايه ادوية المعدة غالية احيانا، فلو حسبناها من الناحية الاقتصادية، من الناحية العذابية قد ايه العيان اتعذب، من ناحية مش عارفة ترد ولادها الخ الخ، لكن قد ايه فرقت جدا ان احنا اكتشفنا هذا الميكروب وادينا العلاج. كانت علبة واحدة خدتها، ويمكن ده اللي مخليها مستغربة جدا، اسبوع فقط تغيرت حياتها تماما الى ارتياح تام في المعدة والدنيا مختلفة تماما. وعدناكم قبل الفاصل هنتكلم بسرعة ونعرج عن جفاف الحلق. النهاردة انا عايز اقول لكم طبعا اسباب جفاف الحلق كثيرة جدا، نشفان الريق، في ادوية بتنشف الريق،
سكر احيانا، مرض السكر ينشف الريق. لكن المعلومه المهمه النهارده اللي عايز اقولها لكم ان سوء الهضم احيانا ينشف الريق، وده السبب الاهم والاعم على فكره. يعني اكثر الناس اللي عندهم تشقق في اللسان او جفاف في الحلق قد يكون سببه سوء الهضم نتيجه المضغ اللي مش كويس، ما بتمضغش كويس وفي اسنان وفيها مشكله. 2 التسرع في المضغ، ما بيديش وقت للمضغ. 3 الاقبال على الطعام وهو حزين احيانا، متوتر احيانا، لا يملك الوقت الكافي لعمليه الاكل، ودي عمليه مهمه مقدسه، اعطيها من وقتك ما يكفي، ربما ده هيحل مشاكل كتير. تشقق اللسان نفس الكلام احيانا كمان، نظرا لقله اللعاب اللي موجود في الفم لاسباب هنحكيها بعد كده، قد يكون الموضوع عامل طبقه، وياما شفنا ناس لما يطلع لسانه تبقى فيه طبقه بيضه. ان شاء الله هنعمل حلقه عن انه العين واللسان مرآه للامراض، ولذلك دايما يقول لك ايه، الناس الموهومه، الناس اللي عندها وهم، تعمل ايه؟ تقف قدام المرايه وتطلع لسانها وتبص في عينيها، وعندهم حق، اللسان مرآه لصحه الجهاز الهضمي وامراض اخرى، والعين كذلك. هنحكي ان شاء الله في حلقات قادمه ازاي ان العين اعرف منها المرض اللي في الانسان، وازاي ان العين قد تكون خريطه للجسم كله، سواء العين او الجسم او غيره، ازاي امراض الكلى تبان في العين، ازاي امراض الكبد تبان في العين، ازاي امراض السكر تبان في العين، امراض كثيره جدا بتبان في العين، زي ما امراض كثيره جدا بتبان في اللسان، كل ده هنحكيه في الحلقات القادمه. الحقيقه عايز اعرج على المراره النهارده، لانه جاتني حاله برضو لفت على دكاتره كتير جدا، واختلفت الاراء حول نشيل لها المراره ولا لا. وجوني فعلا علشان يعني قالوا لي لو قلت لنا نعمل المراره هنطلع حالا على الدكتور نعمل المراره، واديناهم روشته، وقلت لهم مش انا اللي بقول، انا هديكم علاج الست دي لو بعد يوم خفت والدنيا اتظبطت خلاص مش ما احناش محتاجين نعمل عمليه المراره. وقد كان، وفعلا تاني يوم كلموني على التليفون وقالوا لي خلاص ارتاحت تماما، الست دي ما تحتاجش انها تعمل المراره. هنحكي برضو ونقول مين اللي يعمل المراره ومين اللي ما يعملش المراره. تعالوا نبص على جدولنا هذا الاسبوع اللي هنسافر فيه الصعيد من يوم الخميس ان شاء الله. تعالوا نبص على الشاشه، احنا يوم الخميس في عياده سوهاج، الاربع طبعا اللي هو بكره ان شاء الله فيصل، لكن الخميس في سوهاج ميدان العارف امام قسم شرطه اول سوهاج. احنا في سوهاج ان شاء الله اليوم كله لعلاج مرضى فيروس بي وسي والسكر والضغط. يوم الجمعه ان شاء الله في عياده الاقصر شارع التكوين المهني من شارع التلفزيون. يوم السبت في عياده كومومبو في حي الزهور ان شاء الله باذن الله مستشفى الدكتور مصطفى جعفر. احنا ان شاء الله بقيه الاسبوع هنبقى في فيصل. السكر برضو هنعرج عليه بسرعه قبل ما نختم هذه الحلقه، لانه الحقيقه في معلومات مهمه جدا عن السكر. المعلومات دي بتقول انه مريض السكر لو اتبع نظام غذائي مع بعض الاعشاب اللي هنحكي عنها بسرعه ونعرج عليها مع الادويه، قد لا يحتاج الى انه يدفع اموال طائله ولا معاناه كبيره في الموضوع بتاع مضاعفات مرض السكر. والحقيقه دي معلومه مهمه جدا، لان احنا قلنا قبل كده انه من الحاجات الكويسه اللي جنب العلاج الحقيقه الحلبه والترمس، قلنا عن القرفه وقلنا عن الخل والليمون بكميات، وقلنا ده يتحط في طبق سلطه. قلنا كمان الناس اللي عايزه تتخلى عن الانسولين، يعني يمكن انا عشان الحلقه قاربت على الانتهاء، فان شاء الله المره الجايه هنعمل 10 دقائق للناس اللي بتاخد انسولين وعايزه ترجع اقراص، ده يحصل ازاي وينفع ولا لا. وعلى العكس مين العيان اللي لازم ياخد انسولين بعد ما كان خد اقراص. كل دول ان شاء الله هنوضح في الحلقه القادمه هذا التصور ليهم. كمان هنتكلم على السخونيه واشهر سببين للسخونيه يا جماعه. وعلى فكره السخونيه تعمل جفاف في الحلق، الامساك يعمل جفاف في الحلق. فهنحكي ان شاء الله ونقول معلومات مهمه جدا جدا عن العرض والمرض. لكن اللي عايز اقوله لكم تاني انه برضو المريض اللي عنده استسقاء، والاستسقاء ده يا جماعه واحد من اعراض التليف، الاستسقاء احد اهم اعراض تليف الكبد. وقلنا بنعرف ازاي انه الميه اللي في البطن دي ميه ولا غازات، ودي مهمه لانها لو ميه لازم تروح للدكتور، لو غازات الموضوع سهل براحتك روح للدكتور. انما لو اللي في بطنك ده، البطن الكبيره دي اللي هي منتفخه طول الوقت وحاسس انها كبرت، وقرايبك يقول لك بطنك كبرت يا فلان، بطنك كبرت، ايه اللي جرى؟ في تحليل اسمه الالبيومين اللي احنا بنحلله، ده اللي بيفرق بين ده وده. وانتم شايفين الصوره دلوقتي دي صوره الاستسقاء، دي صوره الاستسقاء. طبعا الحاله ما بتبداش كبيره او زي كده، ولو تلاحظوا حضراتكم الصوره
يعني لو حد فيكم ركز قوي هيلاقي السره نازله جدا، يعني لو بصينا الهدوم بتاعت الراجل ده من فوق والهدوم من تحت المفروض السره تبقى في نص المسافه، انت لو بصيتوا هتلاقي تلتين المسافه مفيش سره، وعند التلت الاخير خالص بدات السره تظهر، لان الميه اللي اتجمعت في البطن نزلت بهذه الصوره الحقيقه. طيب الموضوع عن الاستسقاء، واحنا قلنا حاجات كثيره جدا الحمد لله خفت من الاستسقاء عندنا، ويكاد تكون مراكزنا المنتشره في جمهوريه مصر العربيه متفرده في علاج الاستسقاء الحمد لله، يعني نسبه كبيره جدا جدا من اللي تابعوا معانا خفوا من الاستسقاء، بدايه من منع الملح، منع الموالح، ظبطوا الالبيومين، قسنا الالبيومين وشفنا الدنيا عامله ايه، اديناهم اربع او ثلاث بيضات، بيضات بيض مسلوق نص سوا من غير صفار، بعدنا عن الحاجات المحفوظه، ادينا ادويه. هو الخطر بس انه ساعات مدرات البول اللي بنديها عشان نسحب الميه تتدخل ساعات في بعض المشاكل. طيب على فكره الهنود هم اكثر اطفال الهنود يعني في الهند هم عرضه للتليف في سن صغيره، لدرجه اكثر دوله فيها تليف كبد في الاطفال هم الهنود، يكاد يكون لحد سن سنه. عندنا عرضين الحقيقه مهمين نستطيع ان احنا نكتشف بيهم في تليف ولا لا، وده مش معناه ان كل اللي يحصل له كده يبقى عنده تليف، بس عايز اقول لكم المعلومه بسرعه قبل ما اختم. المعلومه بتقول ان البنت لو ما جاتهاش دوره ساعات انقطاع الدوره عن الست او البنت، يعني هي لسه صغيره لكن جالها تليف، التليف يخلي الدوره تنقطع عند السيده ويخلي الصدر يكبر عند الرجاله، يبقى لو طفلك صدره كبير وارد ده يكون مرض وارد يكون مش مرض، لكن اذا هو مرض له علاقه بالكبد فده احد اهم علامات الكبد. ساعات الحقيقه مش بس الورق الكبر الثدي، ساعات يبقى في الم في الحلمه، الم في الحلمه نتيجه استخدام مدرات البول. اخر معلومه هختم بيها الحلقه، لو طفلك بينزف كل الامهات ترجع راس الطفل لورا، غلط. تاني اي طفل بينزف يرجع ورا، الصح انك تجيبي راسه على صدره علشان الدم ينزل مش يرجع ورا. والان اعزائي المشاهدين خلصت الحلقه، لكن ما خلصش حبنا ليكم وانتظارنا ليكم المره بعد المره. امنوا معي، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا ارحم الراحمين، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه، وقال احب الاعمال الى الله سرور تدخله الى قلب اخيك المسلم وختامنا ابتسامه. بيت الصحة بيت الصحة بيت